الإطار المنظم لقطاع الاتصالات في العالم العربي كان ضعيفا ضعف المعرفة بأهمية هذا القطاع وحيويته لبناء البشر والحجر. فسعت كاتيا طيار مع مجموعة من المهتمين ومتابعي التطور الهائل والسريع في هذا القطاع لاقتناس فوائد هذه الثورة وتجنيدها لخدمة التنمية العربية. فكانت المنظمة العربية للاتصالات كجزء من جامعة الدول العربية. هون بوقف بمحطة تاريخية مهمة جدا بال 2002 حين أطلق عربكوم موضوع إقامة المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. فأنا قلت في منظمة للرفق بالحيوان، وقلت بارتجال هيك وبراءة وهيدي عفويتي، هل من المعقول أنه ما يكون في منظمة عربية دولية على مستوى قطاع الاتصالات وهو القطاع الشرياني الحيوي لبناء الإنسان وبناء الاقتصاد بوجود التحديات بالقرن العشرين 21 عفوا، أو مع تسارع شروط الألفية أو ضمن شروط الألفية؟ فهون كانت أهم توصية، وكانت تفعيل عمل العربي المشترك بهذا القطاع من توصياتنا، توصيات عربكوم لنرجع لها اللي تبنوها القادة والملوك العرب، كانت من أهمها ولا سيما بهذا العام. وبعدها كان في اجتماع القمة العربية في الأردن وتبنتها القمة العربية، وحقيقة تحية كبيرة للرئاسة التونسية الرئيس زين العابدين بن علي يلي رفع توصيات عربكوم ضمن ورقته. طبعا لا تزال الأوراق المحفوظة تيمنا بهذا العمل اللي أنا أعتز به، أنه أصبحت توصياتي متبنية من القادة والملوك العرب، وتفعلت وأطلقنا المنظمة العربية للاتصالات، وأنا وكلت يعني أعمل لإنشاء هذه المنظمة. إذا جمعت كمان ها كان توصية بعدين من تونس ومن القادة العرب أنه تتولى عربكوم العمل لوضع شروط المنظمة وانطلاقتها والمواقع التأسيسية لها، ورأت النور حياة من سنة، يعني تقريبا من بعد 5-6 سنين جهود مع القطاع العام والخاص والخبراء اللي جمعتهم عدة مرات وحسستهم أهمية إطلاقة المنظمة تحت جناح الجامعة العربية. رويدا رويدا، ومع بدء تبلور قطاع الاتصالات في الدول العربية والخليجية، بدأت الشركات المحلية والعالمية تهتم بالاستثمار في المنطقة. وكانت كاتيا آنذاك العراب المشجع لتواصل القطاعين العام والخاص، كما لتواصل الشركات المحلية والإقليمية مع تلك العالمية، لأن الشركات العالمية وجدت آفاق جديدة للاستثمار بمنطقتنا، وهذا استقطب الأموال واستقطب التنمية وفتح العالم العربي على العالم الغربي وعلى باقي الدول المتقدمة، وحسس المن متذكر هذا القطاع وأهميته بأنه دوره مهم جدا بالتنمية. فبدأت الحكومات تعطي أكثر أهمية لهذا العمل وتسلط الضوء عليه بأن هي تقبل المزيد من التواصل مع القطاع الخاص، وهذا كان ضمن عربكوم أنه فتح المجال لرجال الأعمال بدل ما يستثمروا بس بقطاع السياحة وبقطاع الصناعة وقطاع التجارة، قطاع الاتصالات هو نفط ثاني لهم، يعني بدر المال وبدر الخيرات وكذا. فبدأت المؤتمرات تبعي اللي هي النتورك المتميز من ناحية التواجد تخلق هالجسر الطبيعي للتواصل بين القطاع الخاص إن كان عربي أو دولي، والتواصل بين الحكومات والقطاع الخاص. فبقدر أقول لك أنه تواجد الشركات العالمية للاتصالات اليوم بالمنطقة العربية، وإذا بيأخذ مثلا تواجدها اليوم في دبي تحديدا، بقدر أعتبر أنه عربكوم كان إطلاقتها للمنطقة. طبعا ما أتوا فورا لدبي، لأنه إذا عم نحكي من العام 93 لليوم طبعا العالم العربي كله كان مهمش هذا القطاع، ضمنهم طبعا الخليج. إذا بقول لك أنه لبنان كان أول من استقطب الجي اس ام ولحقته باقي الدول العربية كلها، وهيدي له تاريخ موثق. الإنترنت نفس الشيء، وين انتشار الانترنت؟ يعني الأحداث اللي قمنا بها وكان له دور كبير القطاع الخاص فيها، أنه استثمر إلى جانب الحكومات بكتير مشاريع بي أو تي، يعني build operate and transfer، لأنه ما دائما في ماديات كمان مع الحكومات لكي تنمي الشبكات. إذا نمو الشبكات وانتشار الانترنت فتح العالم العربي إلى العالم، وبدأ يأكد استقباله وتواجده على الخارطة الدولية، ومن هون بدأ يستقبل المستثمرين والقطاع الخاص أكثر فأكثر. وهون كانت توصيتي تحرير القطاع وخصخصته لكي يعطي أكبر مجال للقطاع الخاص أن يدعم الحكومات ماديا وأن يقوم بجهوده الجبارة وأن يقدم خبراته، لأنه دائما المستثمر يبحث عن المردود وعن المرجع تبعه المنفعة، وإذا هو ما رح يستثمر قديش بده يقدم يعني تضحيات للحكومات، وهذا معروف.
اليوم الوسيلة الوحيدة لنمو الفردي، للارتقاء بالإنسان بالفرد بالإدارة بالحكومة بالطب عن بعد، حتى للفقير أن يتعلم بيتعلم بكبسة زر إذا توفرت له الإنترنت بالشبكة يلي هي اليوم متطورة في العالم العربي وعم تتطور أكثر. للي صناعي ما بيقدر يفتح بوتيك أو محل أو متجر بيقدر يبيع بضاعته صناعيا عبر التلي كوميرس أو عبر عن بعد التجارة عن بعد، للطبيب يلي بيقدر يطبب أو يعالج الدول الفقيرة واللي عندها اليوم المرض والانتشار البيئي السيء ليعلم وينور أو تيعالج عن بعد. أصبح اليوم التلي ميدسين، التلي أنسينيومون، التطبيب عن بعد، التعليم عن بعد، التجارة عن بعد هي وسيلة للارتقاء بالإنسان والمجتمع والإدارة. عربكم أثر بهذه الناحية لأنه وضع أول من وضع هذه المعرفة أمام الشعوب والحكومات أنه أنتم أمام التحدي. وهون بقى الهوة اللي سألتوني عنها اللي هو الرقمية، هو بعد العالم العربي عن العالم المتقدم بهذا القطاع. أنا حاولت أني أعرف أن هنالك هوة فعلية وقدين إحنا مسؤولين أمامها لنرتقي من الفقر والبئس والعدم إلى مستوى العالم. وهون بالحقيقة فيما بعد كان في مجتمع المعلومات، أنا أبحثك ب 98 بهذا المجال، في العام 2003 عقد في سويسرا أول لقاء عالمي لبناء مجتمع المعلومات، وتبنته سويسرا لأنه بلد متطور جدا وكلنا بنعرفه، مركز الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة، وكون الاتحاد الدولي للاتصالات بيشكل الشريان الرئيسي بالأمم المتحدة لقطاع التنمية الرقمية، وكل بأن ينظم أول منتدى عالمي لرؤساء العالم طبعا يلي هو مجتمع المعرفة يلي حصل في سويسرا. ومن بعدها كانت تجاذبت اللقاء الثاني لل 2005 دول عديدة، يعني أمريكا، آسيا، أوروبا، الكل بده يستضيف الدورة الثانية له بعد سنتين 2005، وهون كان مهمش العالم العربي كمان مرة. إذن في عربكم طلعت أول توصيات وتبنتها كمان الجامعة العربية والحكومات والإدارات على مستوى القيادات العربية، إنه لماذا لا تتبنى احتضان الدورة الثانية من مجتمع المعلومات دولة عربية، طالما أنه في هنالك من قدم نفسه مثلا تونس. كانت تونس قالت أنا بحتضن الدورة الثانية من مجتمع المعلومات أو لبناء مستويات الاي تي كونفرنس العالمية، وأنا دعمت هذا التطور والتطلع وطالبنا بأن تحتضن تونس الدورة الثانية وحقيقة احتضنتها. من هون بأكد لك على أنه هذا الحدث اسمه عربكوم كان له تأثير كمان على الارتقاء بالشباب، فالبطالة في عالمنا العربي وهجرة الأدمغة وتشرذم شركاتنا ومؤسساتنا ومستثمرينا راحوا يستثمروا في العالم كانوا فعلا يعني كثر حينما لم تكن هناك تنمية في قطاع الاتصالات. فأنا بعتبر هذا حدث كمان أثر على عودة الأدمغة، على تنشيط الاستثمار العربي، على ترك الأموال العربية في العالم العربي، على استقطابها وعودتها من الهجرة، لأنه بدأت البنية التحتية تقدم لها كل التسهيلات للاقتصاد والعمل والمتاجرة، وقضت على الفقر وعلى تعليم المرأة. ما ننسى كمان أن المرأة اليوم في البيت بحاجة للإنترنت، وأنا هون بوجه دائما النداء لأنه الإنترنت يكون متناول كل بيت، لأنه في سيدات ومع احترامنا لكل الثقافات والتقاليد بتبقى بالبيت، فهي إلى حق بالمعرفة، فحق المعرفة والتحصيل وحق التواصل مع الخارج ولو من خلال شبكة أو من خلال شاشة معينة، هذا مفروض علينا أنه نحن المجتمع الخاص أو المدني أن ننمي ونوعي الحكومات لأهميته. مش بس نقول للمرأة لازم عليك أن تشارك الرجل في العمل، أن تخرجي إلى العالمية من نطاقك الضيق أو الواسع، علينا نقدم لها السهولة كيف تخرج وكيف تتواصل مع العالم. من هون بسألك بقول لك أنه التنمية في المنطقة العربية، سألتني كيف منشوف التنمية أو التطور، فالاتصالات تطورت، بس ما يجب أن يتطور هو رؤية الحكومات الأكثر دقة وواقعية وإنسانية، فالاتصال حق لكل الأفراد. التحديات كثيرة، لكن مشاريع كاتيا طيار وطموحاتها أيضا كبيرة، فهي لم تمشي هذه الطريق لتتوقف في منتصفها. بعترف بأنه عندنا تراث والتقاليد مرات يحول دون جرأة المرأة، لكن أنا هلأ اليوم رح تسمح لي دافع عن حقوق الرجل، بدي أنا أقوم ببعض الأنشطة وقول أين حق الرجل في مجتمع الأنثوي، لأني لقيت اليوم أنه أخذت الأنثى كتير حقها وصارت عم بتطالب بأكثر منه. بقى خلينا نكون سواسية،
طالما نحن خلقنا من رجل وأنثى فلنضع الاثنين وما نقول نحن بعدنا منبوذ حقوقنا ونطالب بها. بأنا بقول لك نجاحي كان بشراكتي للأخ الرجل، وتحية كبيرة لكل الرجالات والسيدات اللي عم بيستمعوا لي، لأني أنا هون عم بحكي بشفافية ودون حقيقة أي ميك أب أو ماسك أو بكل تجرد وبضمير. طالما أنا بملتقى يعني أو بلقاء إنساني، وخلينا نعتبره رسالة إلى المجتمع إنه نخلي الرجل دائما شريكنا ونخلي دائما القائد، لأنه بقيادته لنا نحن أكثر أنثويين. إذا ليس هنالك رجل أنا برأيي لم تنجح المرأة. تحية كبيرة لإلى لبنان وكل اللبنانيين اللي اليوم بيطالبوا فيه أنه لازم تبي. وفخامة الرئيس طبعا ميشيل سليمان، بعرف أنه اتصال كان يجري شخصي معي ليشكرني على كتابتي ورسالتي له وقت كان طبعا قائد جيش، حتى وقت استلامه الحكم وزمام الحكم تهنئتي له كان لها رد شخصي، وأنا دائما بقدره دليل أنه وطني منتبه لي. وعلى مستوى المسؤول الإنساني اللبناني أنا كتير بحيي وطني، وبنترك للباقيين إعادة النظر بحال ما انتبهوا. لكن من ناحية التكريم الدولي عم تسألني، إذا بدك التكريم اللي أثر فيه جدا وحط بحياتي نقطة تحول، لبل كان محفز لي للمتابعة والمثابرة وعطاء المزيد للأمة كلها، هو سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. وبصراحة لأنه عندما كرمت وانتبهت لتونس على مستوى رئاسي وسيادة الرئيس كل تحية وإجلال له، طبعا لم أكن أعرفه ولم يكن لي أي تواصل مع شخصه الكريم أو مع دولته، ما كنت زايرة تونس حتى. تصور أنه الفضائيات عم بتغطيني لأنه أنا بعرف كيف وجه نفسي وكالات الأنباء، أسلوبي بالتواصل العالمي بقدر أعترف أنه متميز. كرمتني تونس، كرمني السيد الرئيس كثير منيح، ورفعني إلى مستوى القادة العرب من خلال كلمته وتبنيت توصياتي. إذن هون بعتبر هذا الأمر متميز لي. وطبعا كل عام تقريبا إلي ميدالية ذهبية لنشر مجلتي هاي تيك، وهو تبناها لفترة من ناحية أنه بريد ينشرها في تونس، ووصلت على الطيارة التونسية بطلب من الرئاسة. عبارة واحدة ترد في قاموس كاتيا طيار هي المبادرة. كل تحدي يخلق لي عن جديد رغبة بالتواصل ورغبة بالمتابعة، لأني أنا أحب التحدي وأحب الصعوبات. وأطلقت فعلا المسيرة من هنا، وأنا هون بحب أفتح للين وأقول بكل بساطة، وربما هذا جيد أو ربما هذا محفز لكل سيدة عندها فكرة طيبة أن تبدأ فيها. أنا لست مهندسة في قطاع الاتصالات، وربما لو كنت مهندسة في هذا القطاع لما أفلحت.